السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. هنعمل مع بعض النهاردة كبدة بلدي بطريقة سهلة وبسيطة، عملتها معاكم قبل كده بس بطريقة مختلفة. النهاردة هنعملها بطريقة تانية خالص. هسيب لكم لينك طريقة تانية برضو في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، هتدوسوا على عنوان الفيديو دوت هيطلع لكم صندوق الوصف. الكبدة انا كنت مقطعاها كده قطع صغيرة اول ما جات لي من عند الجزار، وشلتها في كيس في الفريزر على اساس ان انا لما اطلعها احطها في مية وتفك، بس المية ما توصلش للكبدة. يعني انا حطيت كيسين في بعض وربطت عليهم كويس جدا وحطيتهم في طبق مية لحد ما فكت خالص. الكبدة ما بتحطش عليها مية علشان ما تعملش معاكي ريحة زفورة. خلاص فانا كده طلعتها من الكيسين زي ما شفتوا، ما كانش وصل لها مية خالص. بعد كده هنا عصرت عليها ليمونتين، ومش لاقيه بقى العصاره بتاعه الليمون بصراحه، عادل ضيعها مش عارفه وداها فين، فعصرت كده الليمون وشلت البذر. تمام، لازم تشيلي منها البذر علشان ما يمررهاش، وبس كده عصرت الليمونتين عليهم وهنسيبها، مش هنشطفها من الليمون ولا اي حاجه، ومش هيبان اصلا في طعمها كمان، يعني مش هيبقى مزز يعني ولا اي حاجه خالص. ما تقلقيش، اعملي اللي بقولك عليه، ما تقلقيش خالص على ضمانتي. بس كده عصرنا الليمونتين وهنسيبها بقى كده، وقلبناها وهنسيبها تصفي كل المية بتاعتها والدموي بتاعها ده، يعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة كده عقبال ما نقطع البصل علشان هنعملها ببصل، ونجهز التجهيزات بتاعتنا بقى عشان نعملها وكده. في طاسة على النار او في صينية، خلاص هي دي حلة، بس ايه يعني مش حلة من الحلل العالية، عاملة زي الصينية كده، انا بحب اشتغل فيها. يعني حطيت فيها مكعبين من الزبدة، عليهم معلقة صغيرة كده من الزيت عشان هرجع احط زيت تاني، وقطعت بصلتين كده وسط تقطيع العادي الصغير ده، وهبدأ ان انا اشوح فيهم واحط عليهم كده رشة ملح ورشة فلفل اسود بس علشان يعني ريحة البصلة. وبس كده المفروض ان احنا نبدأ نقلب فيها لحد ما هي تبدأ ان هي تدبل، ونبدأ ان احنا نحط بقى عليها بقية الحاجة بتاعتنا. هحط هنا كده عليها يدبل معاها معلقة ونص من التوم المفروم اللي انا فرمته معاكو في تخزين التوم. هنحط كده معلقة ونص ونبدأ ان احنا نقلبها عشان ايه يعني يمتزجوا كده مع بعض وريحتهم تطلع كده. يا سلام، بيبقوا عاملين ميكس حلو قوي التوم مع البصل في تشويحة السمنة دي. حطيت حبة زيت كمان كده، هنا بقى كده كنت عايزة اوريكم ان خلاص كده الكبدة اتصفت الدم بتاعها. طبعا الليمون اللي احنا حاطينه برضو بينزل مع الدمويات دي، فعشان كده بقولك ما تقلقيش هيبقى طعمها مش مزز خالص. احنا كده اصلا يعني لسه هنحط عليه ليمون تاني، متتفاجئيش. هنا بقى انا كنت غيرت المعلقه، ان المعلقه التانية اللي استلز دي كبيره قوي وكانت مضايقاني بصراحه في التقليب، ما كنتش مرتاحه ليها، فانا مش عارفه متعوده يعني ان انا اقلب المعلقه دي عشان صغيره كده شويه عن التانية. نزلت بقى كده بالكبده وحطيت معلقه زيت. على فكره يا جماعه الكبده بتحب الزيت جدا، مش عارفه ليه يعني، بس بتستوي فيها كده وبتعمل فيها صوص بيبقى حلو قوي يعني. فانا حطيت عليها معلقه تاني، ممكن تحطي بدلها مكعب زبده، بس انا مش بحب ازود الزبده كتير علشان لو الكبده بردت شويه بس كده بسيطه بتلاقي ان الزبده كده يعني جمدت كده عليها او جلدت كده، ف خلت الكبده كده يبقى شكلها مش حلو، فالزيت طبعا احلى. عشان كده انا بزود الزيت كل ما بحتاج، بزود زيت شويه صغيرين، مش بحط زبده تاني خلاص غير المكعبين اللي حطيتهم في الاول وخلاص. على كده قطعت بقى فلفل اخضر كده، فلفل رومي، وحطيت ورقتين ثلاثه كده من ورق اللورا، وقلبته كده علشان الفلفل يدوب فيه. وكنت حطيت بصراحه كمون وكزبره، بس مش عارفه ليه ما تصورش. حطيت معلقه صغيره من الكزبره ونص معلقه من الكمون، وسبتها بقى كده، غطيت عليها وسبتها على النار لحد ما استوت خالص زي ما انتم شايفين كده. هنا كده كانت خلاص استوت كده، انا هطفي عليها النار، وقبل ما يعني طفيت عليها النار وخلاص بقى هسيبها واشتغل في المكرونه. فبجيب كده رشه بسيطه من الكزبره والكمون تاني وبحطها كده عليها، بديها ميكس حلو قوي، وعصري عليها نص ليمونه تاني،
ومعلقة خل واحدة، كل ده على النار. خلاص نص ليمونة تاني على النار ومعلقة خل بس. والله التصوير مش عارفة، الرينج لايت كان شغال والتلفزيون في التليفون، انا مش واخده بالي ان التليفون الفيديو مفتوح، فمعلش اعذروني. بس كده هنا بقى هعمل المكرونة. حطيت مكعب من الزبدة عليه شوية زيت، وهحط كده المكرونة الصغيرة دي اللي اسمها المرمرية اهي. دي المكرونة اللي انا بحمرها، وعايزة بقى تحمري المكرونة صح صح يعني، ويبقى كلها لون واحد. تحطي عليها رشة ملح، يعني ربع معلقة كده صغنططة حاجة كده على طرف المعلقة، او ذرة ملح زي ما بيقولوا يعني بين ايديكي كده. حطي رشة ملح كده وافضلي بقى قلبي. الملح بيتوزع يعتبر على المكرونة كلها، مكرونة مكرونة، وكل ما الملح بيخش في السوا او بيحس بسخونة النار بيحمر في المكرونة، يعني هما الاتنين مع بعض بيعملوا، يعني بصوا المكرونة في ثواني، بصوا بعد ما حطيت الملح بقى دخلت في السوا على طول كلها. وده كده كان شكلها. طبعا تفضلي تقلبي فيها تقليب مستمر عشان ما تتحرقش منك. ده كده اللون الذهبي الحلو دوت اللي احنا مفروض نعملها بيه. بس عندك شوربة بقى حطي، عندك مية حطي. انا حطيت مية وحطيت مكعب مرق الدجاج عشان يديها طعم حلو، عشان هي يعني اساسها شوربه. فلو ما فيش شوربه بحط ماجي، لو مش عامله مثلا فراخ او لحمه جنبها مثلا على حسب الاكل، فعشان طبعا انتوا عامله كبده وكده فما مش عندي شوربه. فحطيت مكعب مرقه وجبت طماطمتين بشرتهم بالمبشره وحطيتهم كده، وبرده حطيت شويه ملح كده صغيرين علشان يعني المكعب مش هيديني الحدوقية اللي هي يعني. وحطيت كده حوالي معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. المعلقة اللي انا حطيتها دي كانت معلقة صغيرة، فحطيت منها معلقتين، يعني معلقة كبيرة صلصة طماطم، طماطمتين، وشوية ملح على مكعب المرقة. هنسيب النار عليها عالية لحد ما تتشرب، تبقى بالشكل ده كده. شايفين شوية الشوربة اللي فيها دي او الماء اللي فيها دول الحبة صغيرين بس كده. خلاص هنوطي بقى عليها النار خالص كده لحد ما تقرب ان هي تستوي. نقلتها بقى على العين التانية علشان نعمل شوية بطاطس كده محمرة جنب الكبدة، يبقى طعمها حلو. لو عندك طحينة اعملي، ما كانش عندي طحينة فقلت استبدلها بالبطاطس، وطبعا سلطة عشان تبقى حلوة. طبعا بصوا شايفين المكرونة مش معجنة ومستوية حلو، ميتها مظبوطة، بتبقى عالية عن المكرونة كده حوالي 2 سنتي، زي ما بتعلي الرز بس بتسوي الرز بس ازيد شوية صغيرين. ده شكل الكبدة. انا كنت مقطعها مكعبات صغيرة، عايزة تقطعيها مكعبات اكبر عشان تبقى باينة اكتر. براحتك زي ما تحبي. بس كده عملت سلطة بقى، طماطم وخيار وبقدونس، وادي البطاطس بعد ما عملتها بحط عليها كده رشة بابريكا وكاري، بيخلوا طعمها حلو قوي. ولو انت بتحبي البطاطس مقرمشة يبقى بعد ما تقطعيها وتغسليها كويس رشي عليها رشة نشا كده وقلبيها فيها، وبعد كده حطيها في الزيت على طول بالنشا دوت. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك للفيديو.